في نسختها 17 التي يشرف عليها وينظمها بيت الشباب هون، أقيمت احتفالية استقبال فصل الربيع في براح ومسرح منتزه المرح العائلي هون. حضور كبير لعدد من الأطفال وعائلاتهم، نافس الجمال الجمال بارتداء الأطفال أزياءهم الشعبية الجميلة، فرحين ومهلهلين بقدوم الربيع. هذه الاحتفالية تقام كل سنة ونحن في الدورة 17، وهي عبارة عن تجمع للأطفال باحتفالية الربيع وبدخول الربيع. طبعا نرحب بالجميع، وهذه الاحتفالية تقام كل سنة. تربح تربح يشتاء وجع العقيب تكدفاء، يردد الحضور هذه الكلمات وهم يستقبلون جموع العائلات بالأكلات الشعبية التي كان الأجداد والجدات في هون القديمة يحضرونها ويتبادلونها فيما بينهم في هذه المناسبة التي تأتي مرة في كل عام مع خروج فصل الشتاء وقدوم الربيع، مثل الكعك الذي يطلق عليه كعك البلاد والمقروض والغريبة ومنقوع القصب والفول المطبوخ. فرقة هول للفنون الشعبية حاضرة في المشهد كما عادتها، ويمثل قدوم الربيع وخروج الشتاء عند أهالي المدينة ومنذ القدم موسما للفرح والاستبشار، كونهم أناس يشتغلون في الفلاحة والزراعة التي يبدأ موسمهم مع بداية الربيع، فتكون هذه المناسبة نقطة للمناة بأن يكون موسم خير. وقد توارث الأحفاد هذه المناسبة التي أصبحت إرثا وتقليدا ليبيا طيبا.